أهمية قضاء الحاجات وتفريج الكربات وصلاح الأحوال والتفقه في الدين وفعل الخيرات والطاعات والقربات. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل البيت الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقبل أن نبدأ في ختام هذا الكتاب المبارك المقدمات السنوسية ومعها المختصر أو الشرح لسيدنا أبي إسحاق إبراهيم الأندلسي السرقسطي ابن أبي الحسن علي البناني رضي الله تعالى عنه ورضي عن الإمام السنوسي صاحب المقدمات وصاحب الشرح، ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. قبل ذلك يعني نرحب بهذا المجلس المبارك الذي يضم علمين جليلين من كبار الفقهاء في هذه الديار المصرية. نسأل الله تعالى أن ينفع بالأخ المبارك الفاضل الدكتور وحيد، وكذلك الشيخ الجليل الشيخ سيد شلتوت فرضي الله تعالى عنهما، ونفع بهما وبعلومهما وهيأهما لفعل الخير ونفع البلاد والعباد، وكتب لنا ولهما ولكم التوفيق إن شاء الله. وصلنا فين يا شباب؟ المقدمة الثامنة، وهذه هي الأخيرة، لأن المقدمات كما قلنا ثمانية على عدد أبواب الجنة إن شاء الله، وهذا يعني من الفعل الحسن أن تكون ثمانية. المقدمة الأولى وقد طال النفس فيها جدا، وهي مقدمة تعتبر أصولية في أصول الفقه، ولكنها شملت الأحكام الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي وما يتفرع من ذلك، إلى أن وصلت إلى 85 قسما في مجموع ما يتفرع عن الحكم سواء كان شرعيا أو عاديا أو عقليا. ثم كانت المقدمة الثانية في أفعال العباد وبيان المذاهب في ذلك، وأنها ثلاثة: مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية ومذهب المعتزلة. ثم كانت المقدمة الثالثة في أنواع الشرك، والرابعة في أصول الكفر. وكانت مقدمة أنواع الشرك مقدمة عجيبة، حيث حصر فيها الإمام السنوسي الأنواع التي يمكن أن تسمى شركا، فهي لا تزيد ولا تنقص عن هذه الستة، وهذا بحصر الاستقراء. ثم كانت مقدمة أصول الكفر والبدع، والمراد بالبدع البدع الاعتقادية، هذه الرابعة. والخامسة مقدمة الموجودات والممكنات، الموجودات. والسادسة الممكنات. والسابعة مقدمة الصفات الأزلية، وهذه هي الثامنة وهي مسك الختام. قال رضي الله تعالى عنه: والأمانة. وقلت لكم إن هذه مقدمات يعني تمهيد للدخول في المطولات أو في الكتب المتوسطة، فهذا الكتاب بمثابة أنه بحسب المنهجية الأزهرية هو للإيه؟ للمبتدئين، ثم يعني ندخل من خلاله إلى الوسطى، والحمد لله قد طبعت
طبعت السنوسية شرح الوسطى، وكذلك ندخل إلى السنوسية الكبرى وإلى المواقف وإلى الكتب التي تسمى بالمطولات. الآن نذكر المقدمة الثامنة. قال رضي الله تعالى عنه: والأمانة، الأمانة أي في حق الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. هذا هو تعريف الأمانة، وهي العصمة. الأمانة أو الإيه؟ العصمة. لكنه في بعض الكتب يقول لك العصمة، ولكنه آثر أن يقول الأمانة ليه؟ اتباعا للفظ القرآني، إذ قال لهم أخوهم نوح: إني لكم رسول أمين. فكل رسول من الرسل أخوهم هود: ألا إني لكم رسول أمين. صالح كذلك، شعيب كما قص الله تعالى علينا ذلك في قصص الأنبياء والرسل وما جاء في سورة الشعراء. كل رسول وصف نفسه بالأمانة، حفظ جميع الظواهر. تعريف الأمانة، تعريف العصمة، يعني ما المراد بأنه أو بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون؟ فالعصمة أو الأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة، يعني الظاهرة زي اللسان والأذن والعين والرجل واليدين، فهذه كلها محفوظة من ارتكاب منهي عنه، ولو كان هذا النهي نهي كراهة، وبعضهم زاد كمان خلاف الأولى، لكن الصحيح نهي تحريم أو نهي كراهة، أما خلاف الأولى ليس داخلا. وقد فرقنا قبل ذلك بين مصطلح المكروه، الفرق بين المكروه وبين خلاف خلاف الأولى. فاكر يا شيخ محمد ولا نسيت؟ فاكر. طب قول. الكراهة منصوص عليه، الكراهة في نص يعني. أما خلاف الأولى يفهم من دلالة النصوص، يعني مثلا النوم بالليل ليس مكروها ولكنه خلاف الأولى. الأولى هو أن تقوم في الليل وتقرأ القرآن وتدعو على الظالمين والمشركين، أو تدعو لنفسك ولأهلك وللصالحين إلى آخره. والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة، ومعروف الجوارح الظاهرة حيفسر، والباطنة من التلبس بمنهي عنه، يعني لا يفعلون المنهي عنه، سواء كان هذا النهي على سبيل التحريم، يعني لا يفعلون الحرام ولا يفعلون المكروه، فتدور أفعالهم عليهم الصلاة والسلام بين الوجوب وبين الندب وبين الإباحة. وبعضهم حتى قال المباح بالنسبة لهم، لأنهم يشرعون للعباد، فالمباح في حقهم يعتبر مندوب. إذن تدور أفعالهم بين الوجوب وبين الندب، إذن ليس في أفعالهم لا مكروه ولا حرام. وأما المباح اللي هو الأمور العادية من الطعام والشراب والمشي وغير ذلك، فبالنسبة لهم بحسب النية أو بحسب التشريع يعتبر من قسم المندوب. تفضل يا مولانا. قال المصنف رحمه الله: والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. والخيانة على سبيل الخيانة، أنا تكلمت في الخيانة. قال الشافعي رحمه الله:
ولما ان عرف انا اردت الفصل عشان ما يبقاش الامانه مع الخيانه بينهما بعد المشرقين فاسكت عنهم حتى شهر وبعد كده ولما قال الشاعر رحمه الله ولما ان عرف فينا سبق الصدق ليعرف منه الصدق الواجب في حق الرسل عليهم الصلاه والسلام بدليله بيقول لك ولما أن عرفت بيخاطب يعني القارئ أو ده فيما سبق الصدق ليعرف منه الصدق الواجب في حق الرسل يعني في منذ قليل أو في الدروس الماضية تكلم عن إيه أقسام تكلم عن الإيه الخبر والإيه والإنشاء وقال في الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا وعرف إيه الصدق عبارة عن إيه مطابقة الخبر لما في نفس الأمر سواء وافق الاعتقاد أم لا هذا هو عند جمهور أهل السنة تعريف الصدق إنه موافقة الخبر للواقع سواء وافق الاعتقاد يعني الواقع والاعتقاد أم وافق الواقع ولم يوافق الاعتقاد أو ليس معه إيه اعتقاد فالأقسام في الصدق ثلاثة وفي الكذب ثلاثة والذي وافقهما معا يعني وافق الواقع والاعتقاد فهذا الصدق به باتفاق والذي يخالفهما معا فهذا كذب باتفاق لكن الذي يوافق أحدهما ولا يوافق الآخر يبقى هنا ايه بحسب ايه الذي شرط النظام ماذا شرط شرط موافقة الاعتقاد سواء وافق الواقع او لا يعني الذي يقول بحسب مذهب النظام السماء تحتنا وهو يعتقد ذلك فهو عنده صادق لانه المعيار عنده والميزان هو ان يوافق له الاعتقاد طيب عند الجاحظ لازم يوافقهما يعني لا يكون عنده صدق إلا إذا وافق الواقع والاعتقاد فالذي يوافق أحدهما دون الآخر عنده لا صدق ولا كذب لأنه يقول بالواسطة يبقى هو بيقول لا صدق لأنه الشرط عنده أن يوافق الواقع ويوافق الاعتقاد وتكلمنا عن الشبهة اللي هي متعلقة بمسألة المنافقين يعني عندما قالوا إيه كما حكى القرآن الكريم عنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين فكيف نخرج هذا على كلام جمهور أهل السنة جمهور أهل السنة يشترطون موافقة الاعتقاد موافقة الواقع فقط هو ده الصدق الذي لا يوافق الواقع ده كذب حتى ولو إيه كان الاعتقاد حسن إلا أن الفرق بين هذا وذاك أن الإثم أو المؤاخذة مرفوعة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيسمى كذب ولكنه لا يؤاخذ عليه لأنه لم يتعمد واعتبر هذا من باب الخطأ ليس عمدا ولذلك في فتح مكة لما كلام سعد بن معاذ عندما قال إيه اليوم ايه يوم الملحمه اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب يا سعد كذب يعني اخطا فالكذب الشرعي اللي هو متعمد اللي عليه الاثم انما الذي يجري على اللسان دون عمد فهذا يسمى ايه خطا وهذا هو مفهوم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ومنه اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اذا كيف نخرج الآية هنا كلامهم بحسب الواقع صدق قالوا إيه نشهد أنك لرسول الله ومع ذلك القرآن كأنه بيؤيد رأي مين رأي النظام أو رأي المعتزل لأنه قال إنهم لكاذبون إذا خرجنا الكلام على أنهم كاذبون لأن الكلام لم يوافق الاعتقاد بقدر رأي مين رأي النظام أو رأي المعتزل لا تعرفنا انه موافقة الخبر لايه؟ للواقع. يبقى اذا التخريج في هذا ان تكذيب الحق لهم او في قوله والله يشهد ان المنافقين لك ليس في
إخبارهم بأن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لأن هذا موافق للواقع، ولكن في قولهم نشهد فهذا ليس موافقا للواقع، لأن الواقع أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، ولا بد في الشهادة من موافقة أو مطابقة اللسان للمعتقد للقلب، وإلا لا تسمى شهادة. ولما ان عرفت فيما سبق الصدق ليعرف منه الصدق الواجب في حق الرسل عليه، يعني عرف وتكلم في اقسام الصدق ومكابره عشان ايه؟ ليتطرق او ليصل الى تعريف الصدق اللي هو ايه؟ واجب في حق مين؟ في حق الرسل عليهم الصلاه والسلام. طبعا لما قال الرسل يعني والانبياء، بأطلق الرسل ويريد الرسل ايه؟ والانبياء، نعم. بدلالة المعجزة النازلة من مولانا سبحانه منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. يبقى هو هنا رأى الشيخ أن دلالة المعجزة هنا، احنا قلنا اختلفوا فيها، هل هي دلالة عقلية ولا دلالة وضعية ولا دلالة عادية؟ فهو من خلال شرحه يظهر أنه ايه؟ يرى أو يوافق أو يذهب إلى أن دلالة المعجزة على صدق الرسل دلالة إيه؟ وضعية، لأنه قال طبعا وضعية غير لفظية، والدلالة الوضعية فيها قسمين، في وضعية لفظية وفي وضعية غير. هو بيقول النازلة من مولانا منزلة قوله، يعني هي ليست قولية ليست لفظية، زي دلالة المحاريب مثلا على القبلة أو المآذن على المساجد، هذه كلها تسمى دلالة وضعية غير، أو دلالة السهم على الاتجاه. منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، نعم. هنا الأمانة ليعرف منه أيضا الأمانة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال والأمانة هي المقدمة الثامنة وهي ختامها، وعطفها على الصدق لما بينهما من الاشتراك والتلازم. يعني بيقول لك عطف الأمانة على الإيه؟ الصدق، لأنه إيه؟ في تلازم وفي اشتراك، يعني يلزم من كونه أمينا أن يكون صادقا، ومن كونه صادقا أن يكون، يبقى بينهما تلازم واشتراك، إلا أن كلمة أمانة أعم من الإيه؟ من الصدق، لأنها تشمل الصدق وغيره. أما الصدق ده خاص بإيه؟ يعني إيه الفرق بين الحق والصدق؟ الصدق ده خاص بالأقوال، أما الحق يقال قوله حق وفعله حق وعقيدته، بالحق فعل أو قول أو اعتقاد، أما الصدق خاص بالإيه؟ بالأقوال. حفظ أي صوم، جميع أي كل الجوارح جمع جارحة. حفظ يعني صوم، منع، حماية، كما تحب. جميع أي كل الجوارح جمع جارحة، وهي الكواسب والأعضاء، يعني ما تكسب به والأعضاء التي تتحرك بها، تأكل بها، تمشي بها، تسمع بها، تكتسب بها المعارف، تسمع بها الأصوات، هذه تسمى الكواسب والأعضاء، يعني أدوات التحصيل. الظاهرة للأعيان والمشاهدة، وسماها الظاهرة لأنها ترى معاينة للأعيان والمشاهدة، لأننا نشاهدها، وهي سبع اللي هي الأعضاء الظاهرة، السمع، ومطلوب إيه؟ حفظ السمع، يحفظه من سماع ما لا يليق كالغناء والقذف، طبعا الغناء المحرم، الغناء ده ليس محرما، منه ما هو حرام، ومنه غناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والقذف طبعا القذف ده حرام قولا، أنه ما فيش أقسام في ده، وغير ذلك، يعني من ايه؟ من انواع السماع المحرم. والبصر ده ايه؟ رقم تام ده 2، يعني السمع والايه؟ والبصر. البصر يحفظه، يعني تحفظ بصرك من النظر الى المحرمات كالنظر الى محارم المسلمين. وبعدين واللسان ده 3، يحفظه من الكذب والغيبة
والنميمة وشهادة الزور. طبعا النطق الصحيح الخلق المذموم اسمه ايه؟ غيبة. اوعى تقول غيبة، الغيبة دي ضد الحضور، انما ده الغيبة اللي هو الخلق الايه؟ المذموم. ولا يغتب بعضكم ايه؟ بعض. نعم. واللسان يحفظه من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والكلام القبيح وأيمان الطلاق. يبدو كانت في عصره منتشرة حكاية أيمان الطلاق خاصة يعني، وغير ذلك. واليدان يحفظهما من لمس ما لا يجوز لمسه، والسرقة يعني يحفظهما أيضا من السرقة، لأن الآية نصت على إيه؟ قطع الإيه؟ اليدين في السرقة، لأنه يسرق بهما. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعني يحفظهما من لمس ما لا يجوز لمسه، ويحفظهما من السرقة والخيانة، يعني لا تمتد يده إلى ما لا يحل له. وضرب يعني يحفظهما من ضرب ما لا يجوز ضربه ولو حيوانا، لكن الضرب الخفيف أو الضرب غير المبرح للتأديب هذا إيه؟ جائز. ولو إيه؟ ولو حيوانا، لم يشرع لنا إيذاء الحيوانات فضلا عن البشر أو عن الناس. والرجلان يحفظهما من السعي إلى الحرام كالمشي للمعاصي. ولأبواب، مش الظلام، الظلام يعني جمعي ظالم، الظلام. إلا لحاجة يقضيها له أو لإخوانه المسلمين، يعني ما فيش مانع يروح عند أبواب الظلمة بس للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والبطن يحفظه من أكل الحرام إلا عند الضرورة، يعني فمن اضطر في مخمصة أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والفرد يحفظه من الزنا واللواط وإتيان الزوجات والإيماء في وقت الحيض والنفاس. يبقى الفرج ده، هذه هي إيه؟ الجوارح الظاهرة سبعة: السمع والبصر واللسان واليدان، اليدان تحسبهم حاجة واحدة مش حاجتين، والرجلان كام كده، وبعدين البطن كام، ستة، والفرج سبعة. الفرج يحفظه من الزنا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وأيضا يحفظه حتى من الزوجة بس في وقت الإيه؟ الحيض والنفاس. واضح كده؟ بعدين الجوارح الباطنة، الباطنة يعني غير الظاهرة. يحفظ قلبه وعقله وصدره وفؤاده. ويحتمل إطلاق الجمع، يعني عاوز أقول لك الظاهرة فيها جمع اللي هي السبعة، أما الباطنة شيء واحد اللي هو القلب. طب لماذا جمع؟ قال: ويحتمل إطلاق الجمع الباطن تعظيما، يعني تعظيما، يعني أطلق الجوارح بالجمع على الباطنة مع أنها عضو واحد وهو الإيه؟ القلب. هذا من باب الإيه؟ التعظيم له، يعني إيه؟ له يعني لشأن القلب، لأن القلب ده يعتبر هو ده ملك الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. كما في قوله تعالى: رب ارجعون، يعني عاوز يقول لك الجمع زي في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي مش ارجعني، ارجعون بالجمع، يعني هو بيعظم نفسه خلاص. لا، ده بيخاطب مين؟ ها، بيخاطب رب ارجعون مش رب ارجعني، بيعظم مين؟ المولى تبارك وتعالى.
يعني لم يقل رب أرجعني، وإنما قال رب ارجعون. وإلا فالباطنة هو عضو واحد وهو القلب. وهو القلب، يبقى جمع عشان تعظيم شأن القلب، وسمي بذلك، يعني سمي القلب لتقلبه. اللهم يا مقلب القلوب، فالقلب يتقلب، يا مقلب القلوب والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ومذهب أهل السنة أنه محل العقل، يعني العقل موضعه ومكانه القلب، كما صرح في بعض الآيات في سورة ألهم قلوب أم لهم قلوب يعقلون بها، قالوا أن العقل ده أصله أو محله في القلب، وله نور يتصل به بالدماغ. والله أعلم. من التلبس أي من الاشتغال يتعلق حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس، يعني من الاشتغال. يتعلق، كلمة يتعلق يعني إيه؟ ها؟ حرف الجر من يعني يتعلق، الجر يتعلق بحفظ له المصدر، فالجار والمجرور له متعلق، بس ده بشرط انه يكون حرف الجر اصلي، انما اذا كان زائد لا يحتاج. بمنهي نهى الله تعالى، يعني مثلا في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلنا انه الباء حرف جر اصلي يبقى لابد من يبقى معناه ابتدئ متعلق بفعل او باسم محذوف، تقدر خاص تقدر عام تقدر متقدما متأخرا، تقدر عام تقدر خاص، فيها خلاف. ليه؟ لأنما إذا قدرنا أن الباء حرف جر زائد تبقى التقدير اسم الله مبدوء به، بخلاف ما قدرنا أبتدئ أو أقرأ أو أؤلف أو آكل أو أشرب أو أنام، لأنه الباء حرف جر أصلي، أما إذا كان زائد لا يحتاج، بنقول كده اسم الله تعالى مبدوء به. ومذهبه بمنهي نهى الله تعالى عنه أو رسوله الصادق الأمين. وحفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي كلمة منهي أي نهى الله تعالى عنه أو رسوله الصادق الأمين، لأنه نهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنهي الله وكذلك أمره، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكنه جاء هنا لم يقل وما أمركم، فالذي يقابل النهي هو الأمر، وأنه قال وما آتاكم، لأنه ليس كل ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس كل ما جاء به أو أتانا به على سبيل الأمر، فقد يكون جاء به على سبيل الاستحباب أو الندب، فليس كل ما جاء به على سبيل الوجوب. ولذلك مر بعض السلفية في الحج متمسك جدا، ما فيش عنده حاجة اسمها سنة ولا فرض، يقول لي ده الرسول قال خذوا عني من خذوا فعل أمر، قلت له أي قال خذوها، الأخذ أمر، لكن الفعل قد يكون ما أتانا به من مناسك الحج وعلى سبيل السنة والاستحباب وليس على سبيل الفرض، كما قال في كثير افعل ولا فلو كان واجبا لما قال افعل ولا حرج، فنأخذ كل شيء، لكن على ما كان على سبيل الفرض نأخذه على سبيل، وما كان على سبيل السنة نأخذه كذلك، وما كان على سبيل الندب أو الجواز كذلك، ليس كل ما أتى به على سبيل على سبيل الوجوب، وإلا لكان هناك عنت ومشقة على الناس، ولهذا قال وما آتاكم وجاء، إذن الأمر ده أو ما آتانا قد يكون مسنونا أو مندوبا أو مستحبا أو فرضا، أما النهي ليس فيه هذه النهي، إما نهي تحريم إما نهي كراهة، مفهوش يعني مندوحة. حتى في الأمر قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه
أما في النهي لم يقل فانتهوا ما استطعتم، فانتهوا عنه إيه؟ كله. نهي تحريم أكل أموال الناس بالباطل، يعني هناك ما نهى عنه على سبيل التحريم كأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيه؟ بالباطل. والأكل كأكل أموال الناس بالباطل، والأكل بالشفاعة. المراد بالأكل بالشفاعة أخذ الأموال في مقابل الوساطة، يعني ياخد إيه؟ يعني ممكن يعتبر هذا من قبيل الإيه؟ الرشوة، إلى درجة تجعلها شبيهة بالرشوة. والأكل بالدين، يعني كان يجعل الدين ده أو العبادة سبيل في التربح أو الكسب الإيه؟ الدنيوي. بعدين أو بالتجسس على المسلمين، أو بالتجسس على الإيه؟ على المسلمين، يعني كان يتجسس على الناس ويأخذ على ذلك أجرا أو مالا ممن يتجسس له. يقول لك هعطي لك كل شهر أو كل جمعة مبلغ مقابل تجيب لي أخبار فلان أو تسجل الإيه؟ المكالمات. أو ده إيه؟ من سبيل الإيه؟ الأكل بالإيه؟ بالحرام أو بالباطل. أو نهي كراهة. نعم. أو نهي كراهة كالنفي بعد فرض العصر وبعد الصبح، وكقراءة القرآن في الركوع. يعني النفل أو التنفل بعد العصر وبعد الصبح هذا إيه؟ منهي عنه، لكن نهي تحريم ولا كراهة؟ كراهة. وكقراءة القرآن في الركوع والسجود مثلا، هذا أيضا منهي عنه ولكن نهي إيه؟ كراهة. يعني القراءة في الركوع مكروهة، لأن الركوع تسبيح لله سبحانه وتعالى وتذلل، وكذلك السجود تسبيح. أما قراءة القرآن محلها القيام تعظيما لشأن الكتاب العزيز، أن تقرأه وأنت في حالة السجود أو الركوع، تعظيما لكلام الله، لا نقرأه في الصلاة إلا إيه؟ قياما. وسمي صاحبها أمينا لأن في جهته من المخالفة لأحد له وأوحي به. يعني لي سمي صاحب الأمانة أمين للأمن في جهته من المخالفة لأحد الله، يعني له عليه حق، وأوحي به، يعني جاء هذا اللفظ في الوحي وصف الأمانة موحى به. ألم أقل منذ قليل أن الأنبياء قال كل منهم إني لكم رسول أمين، يعني جاء في الوحي، فلأجل هذا سمي صاحبها أمينا. نعم. قال المصنف رحمه الله: والخيانة عدم حفظها من ذلك. والخيانة، تعريف الخيانة، يعني مثلا الأمانة حفظ جميع الجوارح ظاهرا وباطنا من التلبس بمن هي عنه، نهي كراهة، نهي تحريم أو كراهة. طب والخيانة عدم حفظها من ذلك، يعني إذا كانت الأمانة وهي ضد الخيانة، فإذا كان تعريف، لأن الضدين لا يجتمعان، إذا كانت الأمانة تعريفها هكذا، إذا فما هو تعريف الإيه؟ الخيانة. ممكن نجعلهما ليس ضدين، وإنما نجعل التقابل بينهما عدم وملك، فنقول الأمانة هي الحفظ، يعني وجود هذا الحفظ، والخيانة هي عدم الأمانة، فيكون من باب العدم والملكة، عما من شأنه أن يتصف بأحدهما. ده تعريف الإيه؟ زي لو عرفنا الموت والحياة، لو قلنا إن الموت أمر وجودي، التقابل بين الموت والحياة من باب تقابل الضدين، لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية التنافي. أما العدم والملكة، أحدهما وجودي والآخر عدم، فلو قلنا الموت عدم الحياة يبقى عدم ملكة، أو لو قلنا الموت شيء مخلوق وجودي يبقى تقابل ضدين. على مذهب أهل السنة أن الله تعالى قال خلق الموت، فالموت مخلوق، يبقى أمر وجود، لأن الخلق لا يتعلق بالعدم،
لا يكون مخلوقا إلا إذا كان موجودا. كيف يقول خلق الموت وهو أمر عدمي؟ فلا يتعلق الخلق بالإيه؟ بالعدم، وإنما يتعلق بالإيجاد. لكن المعتزلة قالوا لا، خلق الموت وهو أمر عدمي، بمعنى أن الله تعالى قدره ليس أوجده. نحن قدرنا بينكم الموت، يبقى خلق يبقى معناها قدره، لأنه خلق قلت لكم معناها. كم معنى كلمة خلق في القرآن؟ الخلق اللي ثلاث معاني، الإيجاد من عدم، وهذا إيه مما انفرد أو مما تفرد به الحق، هو الذي انفرد الإيجاد من عدم. والخلق بمعنى التقدير، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومنه الآية اللي في سورة المؤمنون، فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف هو لا خالق إلا هو. بهنا الخلق ليس بالمعنى الأول إنما بالمعنى الثاني. والمعنى الثالث الخلق بمعنى الكذب الافتراء، قال تعالى وتخلقون إفكا، إن هذا إلا في قراءة في السبع إلا خلق الأولين، يعني افتراءهم وكذبهم. إذن اللي في سورة المؤمنون اللي فيها الجمع هذا من المعنى الثاني اللي هو إيه؟ الخلق بمعنى التقدير. يبقى المعتزلة قالوا خلق الموت يعني قدره، أما أهل السنة قالوا خلقه يعني أوجده. نعم. قال المصنف رحمه الله والخيانة ضد الأمانة، عدم حفظها أي عدم حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة المتقدم ذكرها، من ذلك يعني من المحرم والمكروه. يبقى هي معنى كلمة أمين يعني يحفظ ظاهره وباطنه من الحرام والمكروه. طيب ممكن أحد يفعل ذلك ولكن ليس من الأنبياء والمرسلين، فهل يسمى أمين؟ نعم، فليست هي وصف قاصر على الأنبياء والرسل. أما كيف تكون الأمانة من الصفات الأربعة اللي هي إيه؟ الصدق التبليغ والفطانة والأمانة. قال لك بالنسبة للأنبياء والرسل على سبيل الوجوب واجبة، أما بالنسبة لغيرهم ليست على سبيل الإيه؟ الوجوب. يبقى إذن بالنسبة لهم الأمانة واجبة. إيه معنى واجبة؟ يعني لا يتصور خلافها، لأن هذا معناه إيه؟ نفي دلالة المعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي، بمعناها أن الله تعالى يؤيده وهو غير إيه؟ غير صادق، وحاشاه تعالى. ومن جملة لا شك أن إطلاق المولى جل وعلا الأمر بالابتداء به من غير تأمل ولا بحث دليل قطعي على أنهم معصومون من كل مخالفة وعين. أهو ده دليل عقلي، يعني عاوز أقول لك كون الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بهم من غير تأمل، يعني من غير تأمل يعني لا نتأمل أن هذا من شؤون يعني ممكن يقع فيها المخالفة، يعني تأمل يعني النظر، ده هو أمرنا كده من غير ما نحتاط، اتبعوهم واقتدوا بهم، ولم يستثني، لم يقل إلا في كذا أو في حال كذا، هذا يعتبر دليل قطعي أنهم معصومون من كل مخالفة. ليه؟ لأنه لو جاز أن يخالفوا أو يرتكبوا منهيا حتى ولو كان نهي كراهة ونحن مأمورون باتباعهم لكانت المعصية طاعة. دليل قوي جدا، يعني ربنا قال لك اتبع فلان ده وما قال لكش اتبعه في شيء معين إلا طبعا في الأمور الخاصة اللي هي مثلا زي النكاح أزيد من الأمور اللي المختصة بهم، خرجت بدليل آخر. يبقى معنى كده لو أنا يجوز علي المخالفة والله أمرك باتباعي، يعني معناها أمرك باتباع المخالفة فتنقلب المخالفة إلى طاعة، وهذا لم يقل به أحد. يبقى هذا دليل وزق القطعي، هل ترى فيه أنه غير قطعي؟ واتبعوا لعلكم تهتدون، فهذا دليل قطعي على أنهم معصومون من كل مخالفة، يعني من كل مخالفة شرعية، من كل ذنب، من كل خطيئة حتى ولو نسيانا. هو ده المذهب الصحيح، لا تلتفت إلى غيره.
لانه ايه الفرق بين النسيء؟ ما هو كده دي مخالفه ودي مخالفه، وانا مامور بالاتباع، وما يدريني انه ده ناسي، انا متبع على انه متيقظ وصاحي واخذ لبابه، وربنا اللي قال لي كده اتبعه، وما قال ليش خد بالك ربما يكون بينسى في احيان او يسهى او يحصل له، لا لم يقل هذا. من كل مخالفة وعيب في الأقوال والأفعال والظاهر والباطن، يعني لا يخالفون لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، فأحوالهم كلها دائما في ترقي وفي سمو وفي درجات طبعا، والكامل يقبل له الزيادة، يترقى في الكمالات لأنها لا تتناهى الكمالات، هنا أي كمال يقبل أن يكون فوقه كمال. طب في البعض يقول لك طب كيف أستغفر؟ يقول إني أستغفر الله أو أتوب إليه، وكلما على في درجة ينظر إلى السابقة أو التي قبلها على أنها كانت نقصا فيستغفر منها، وهي ليست ذنبا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهكذا كلما يرتقي فيستغفر الله. حتى الحديث إنه ليغان على قلبي، قال إنه غين أنوار وليس غين أغيار. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، سهى عما سوى الله، فالتعظيم لله يعني هو الشغل بالمرتب ولا بالدنيا ولا بالتجارة، ده يعني في الملكوت وفي أحوال الآخرة وفي شأن تعظيم المولى سبحانه وتعالى. فهي لا تصدر عنهم أي مخالفات، ليه؟ لأننا مأمورون باتباع، ولو جازت عليهم المعصية ما أمرنا باتباعهم. طب كيف نفعل في النصوص القرآنية والنبوية التي يخالف ظاهرها ذلك؟ يجب حملها على ما يتفق مع الأمانة أو مع العصمة. كل ما ورد في حق الأنبياء والمرسلين مما يخالف ظاهره الأمانة أو العصمة يجب تأويله، يجب، مش بمزاجك. وإلا لو خدت بالظاهر، مثلا سيدنا يوسف همت به وهم بها، وسيدنا موسى قتل، وسيدنا مش عارف مين سرق، وما يبقى احنا بنتبع مين؟ بنتبع عصابة ولا فين؟ فين النبوة وفين الرسالة؟ وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، يعني مثلا وعصى آدم ربه فغوى، نمسك في كلمة وعصى، ده بيقرأ الآية أولا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما، وربنا سبحانه وتعالى اشتباه ربه وتاب عليه وهذا، وفي شأن سيدنا يوسف يمدح، يعني لو كان دي معصية أو مخالفة كيف بعدها يقول إنه من عبادنا المخلصين؟ كم ممكن من عبادنا مثلا المخطئين المسرفين على أنفسهم المقصرين الساهين المغفلين من المخلصين، كيف يتفق هذا مع الإيه؟ أنه خالف أو أذنب. أي حاجة في الظاهر هو ممكن زي ما احنا بنؤول بالنسبة للصفات أو النصوص التي يوهم ظاهرها التجسيم والتشبيه في حق مين، فكذلك يجب علينا أن نفعل في حق مين؟ ده إذا كان الناس الصالحين العاديين لو بلغك شيء ظاهره بتحمل على محمل حسن في رجل عادي ولي، فما بالك بالمعصوم صلى الله عليه وسلم أو بالمعصومين الكمل. إذا كان رجل عادي كان يقول أنا رهيب، ده يمكن أنت فهمت خطأ، يمكن القول يقصد بك، تبدأ تبحث عن عن مخرج، فتيجي عند النصوص اللي في حق النبوة وتروح ماسك فيها كده زي الأعمى كده حاسب، وخد بالك أنت بتتكلم مع مين. يعني في ناس مثلا يتكلم في حق سيدنا يونس موضوع أبقى إلى الفلك فساهم فكان، وسيدنا مثلا لما هو نفسه سيدنا يونس لما دعا على قومه إلا قوم يونس لما آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي فساهم فكان من المدحضين إلى آخره. فبعض الناس يقع في ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من موضوع سيدنا يونس بالذات،
لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تخيروني على على موسى عليه السلام. فواحد ممكن يسارع فيقع في حقهم، رغم انه حديث القران اول ما بدا قال وان يونس لمن المرسلين. افهم ده الكلام هنا عن الرسول، ده ما ورد يجب تفسيره فيما يتفق مع مع العصمه ولا يتعارض، فاذا تعارض يبقى العصمه مقدمه ونسكت عن ذلك ونقول ده يعتبر يعني امور الهيه، الله تعالى يخاطب انبياءه بما يريد. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول وعصى، لكن انت اوعى تقول عصى في القران بس تقراها عصى، لكن في غير القران لو قلت عصى يبقى هذا من باب عقوق الوالدين وتؤدب على ذلك وتجزى وتزجر وممكن تحبس وتسجن. ليه؟ لانك تطاولت وتعديت حدودك، لان ده رسول وده نبي، ده ربنا اللي قال. انت مالك؟ انت اقراها في القران بس، لكن انت رب العالمين تتكلم؟ الله تعالى هو الذي يقول عصى فقط، انما انت لا تتكلم. انت ابونا ادم عليه السلام ونبي الله، ولا تعرض بالانبياء ولا تمثل بهم ولا تقيس عليهم. واقرا في ذلك كتاب مهم اللي هو بتاع ابن حجر الهيتمي، اسمه ايه؟ لا مش الزواجر، الاحاديث في اللي كتابينه، كتاب في ال سأذكره إن شاء الله بس عشان ما نتعطلش، لما نقف في حاجة كسبوها. كتاب مشهور طبيعة الحارب، وكان عنده كتاب من أعظم الكتب وأنفعها، الفتاوى الحديثية. شفت كده المدى جاء. الفتاوى عنده الإمام ابن حجر، الفتاوى الفقهية والفتاوى الإيه؟ بس حذر جدا في الأمور اللي زي دي. خاصة الجماعة كان زمان اللي يمسك الربابة والشعراء ويروح في القرى ويجمع الناس ويقعد يقول كذا مواويل وإنشاد، لكن لا يليق، لأنه يخرج الناس عن دائرة تعظيم الأنبياء والمرسلين. يلا شوف. وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم منزهون من جميع العيوب. خد بالك من كلمة إجماع أهل الحق، اي كلام شوفهم معصومون من كل مخالفه عمدا او سهوا، تمام؟ وحتى اللي يجري عليهم ده للتشريع، يعني ممكن يكون ده من باب اظهار الحكم او التشريع للناس، يعني اي ايات فيها عتاب فيها كذا نحملها على هذا للتعليم، يعني زي كانه خطا مقصود او مراد. يعني مثلا موضوع السهو في الصلاة ده عشان يظهر التشريع كيف تفعل أمته إذا حدث لها ذلك، فلا بد يجري هذا. كذلك فينا يا شيخ محمد وقفنا؟ وأنهم معصومون من كل مخالفة عمد أو سهو، ما قالش هنا لم يجوز صغيرة أو كبيرة. إذا كانت الصغيرة دي إذا صدرت من عالم تبقى هي في حقه كبيرة، فبالنسبة للأنبياء ما فيش حاجة اسمها لو صدر منهم ذنب ولو صغيرة لكان في حقهم كبيرة، فما فيش حق الذنوب كلها، لا ما عندهمش صغائر وكبائر زي مذهب الخوارج في الموضوع ده. أي حق ده لو على فرض يعني صدرت منه هتكون لا أنت لو كانت صغيرة ومصر عليها تبقى كبيرة، مش كده؟ وإذا استخف أو استهان بها تكون كبيرة، وإذا صدرت من عالم اقتدى به تكون فكيف بأسيادنا أو بساداتنا عليهم الصلوات أتم الصلوات وأتم التسليم. تفضل. وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم منزهون من جميع العيوب والآثام. وأن أفضلهم يعني على رأسهم وسيدهم، بل هو أفضل جميع الخلائق. يعني انا حددت دائره كده سريعه عشان ما نطولش، ايه اللي هو ممكن يصدر من الانبياء من المخالفات؟ اول شيء، اول حاجه، اكبر حاجه في الوجود مخالفه واكبر معصيه الشرك او الكفر، ده قطعا معصومون عنه. يجي بعض الناس والله حاجه انا مش عارف كيف لا يستحي هؤلاء يجوز الكفر، يقول لك ما ربنا قال الرسول لئن أشركت، يعني معناه لو كان هذا شيء لا يتصور كيف يخاطبه به. وقال تعالى في حقهم ولو أشركوا لحبط عنهم
وما يعرفش ايه معنى لو ايه اللي يترتب على ده، مخاطبة للتشريع لبيان الأحكام وليس لافتراض أنه يجوز عليهم الشرك. هم ما بعثوا إلا لنهي الناس عن ذلك، فكيف يجوز عليهم؟ ده لو جاز عليهم ولو تخيلا ما اصطفاهم الله تعالى أنبياء وما اختارهم مرسلين. ده ممكن انت رجل يعني بتداوم مع الأزهر الشريف وقاعد مع أهل العلم، لو قلنا فلان ده ارتد تقول يستحيل، وهو رجل عادي ليس من أهل العصمة، فكيف تجوز هذا على إيه ساداتنا صلوات الله وسلامه عليهم؟ يبقى إذن أول حاجة الشرك والكفر ده ما فيش حد جوزه أبدا خالص إلا المجانين أو السفهاء. طيب نيجي بعد كده إيه الثاني؟ كفر أو شرك أو معصية أخرى. نعمل كده جدول كده بسرعة، كفر شرك أو دائرة الكفر خلاص كفيلها خالص نهائيا. معصية أخرى، معصية أخرى يبقى إما إيه؟ إما صغيرة إما كبيرة. طيب لما نمسك أكبر حاجة بعد الكذب، ده بالاتفاق بالإجماع معصو إلا لارتفعت الثقة بأخباره. طيب غير الكذب، الكذب ده طبعا ده له أدلة خاصة به، لأنه ده أصلا من الصفات الواجبة لهم إيه؟ الصدق. فكيف يجوز إذا كان الصدق واجب مش جائز، فكيف يجوز عليهم الكذب؟ ده يمتنع عقلا، لأنه لو جاز الكذب وهم يبلغون عن الله لجاز الكذب في خبر، يعني لنسب الكذب إلى الله تعالى إذا كان هو بيصدقهم بالمعجزة ويؤيدهم وهم كاذبون. يبقى معنى كده إيه؟ أن الخبر يرجع إلى مين؟ الكذب يرجع إلى مين؟ إلى المرسل، فيمتنع عقلا. طب باقي المعاصي، الزنا، القتل، كل ذلك إيه؟ مبرؤون منه سواء كان الصغائر أو كبائر، رأيي واعتقادي قبل النبوة وبعدها. ليه؟ لأنه مصطفى. واحد يقول لك بعد النبوة، فيش حاجة اسمها بعد النبوة قبل النبوة، هو أصلا قبل ما ربنا يخلق العالم يعلم أنه نبي، فيش حاجة اسمها قبل وبعد، قبل وبعد عندك أنت. زي مرة كان سيدنا الشيخ بيقول واحد كان ينكر حياة الشهداء، فقال له أخذ ربنا بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه أحياء، راح قال له عند ربهم، الرجل المنكر أو سيقول عند ربهم، طب وعندك أنت؟ يعني خلاص استحز، كان يقول عند ربهم، يقول عندك أنت أموات وعند ربنا الله أمور. وأن أفضلهم وسيدهم بل هو أفضل جميع الخلائق سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم صلاة وسلاما نرجو بهما فضلا من المولى الكريم تبارك وتعالى وإكراما من كل هول وفتنة في حياتنا الدنيا وبعد مماتنا وفي قبورنا، ويبعث تعالى لفصل القضاء جميع الأمم. آمين آمين. ولما كان أحسن ما يتدانى به التوفيق، يعني يتدانى يعني يقرب به الإنسان من الدنو، حتى إنه لعزازة قدره، يعني التوفيق ده عزيز عند الله، لم يذكره في كتابه إلا في موضع واحد اللي هو إيه؟ في سورة سيدنا هود، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ومن أورد في بعض قال لك كيف أنت تقول التوفيق عزيز ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة؟ فمن أورد هنا قوله، يعني ده إيراد، يعني زي اعتراض، يعني قوله تعالى إن أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيقا، وإن يريد إيه إصلاحا يوفق الله بينهما، ده مردود، لأنه التوفيق اللي من عند الله التوفيق الأخروي، إنما ده توفيق في أمور دنيوية، يوفق الله بينهما بين الزوجين إصلاح إحسانا وتوفيقا، ليس هو إيه المراد في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله. إذا فهو فعلا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة. أما الآخر ده قضية بعيد عن، بيقول لك مردود بأن ذلك توفيق دنيوي، والذي كلامنا فيه إنما هو التوفيق الأخروي، يعني السعادة الأبدية، ولم يتكرر، إنما اللي جاد في موضوع إيه تاني. ختم المصنف كلامه به اللي هو بالله ليه
التوفيق. فقال وبالله تبارك وتعالى، يعني لماذا قال والتوفيق، لم يقل والتوفيق بالله، وإنما قال وبالله، هذا يفيد إذا القصر حصر، يعني معناه التوفيق بالله تعالى لا بغيره، والباء هنا بمعنى من، يعني وما توفيقي إلا بالله، أي إلا من إيه؟ إلا من الله تعالى. التوفيق مصدر وفق، عبارة عن خلق، يعني تعريف التوفيق على مذهب الأشعري خلق الإيه؟ القدرة، خلق الإيه؟ القدرة على الطاعة، وده إيه؟ التوفيق. والمقدور في محل العبد على موافقة أمر الله. طبعا اختلف الأشعري مع مين؟ مع إمام الحرمين، هل هو خلق الطاعة ولا خلق الإيه؟ القدرة على الطاعة، مع سلامة، وفسر الطاعة مثلا بسلامة الآلات والإيه؟ والأسباب. في اختلاف بين إمام الحرمين والأشعري ده في البداية، فمش عاوزين لما نيجي نختم نرجع نبدأ إيه تاني، فراجع هناك. ولم يتكرر. ختم المصنف كلامه به فقال وبالله تبارك وتعالى لا بغيره التوفيق. التوفيق مصدر وفق، عبارة عن خلق القدرة المقدور في محل العبد على موافقة أمر الله، وهو مبتدأ. وقدم المصنف الخبر، يعني قال وبالله التوفيق، ولم يقل التوفيق بالله، يعني التوفيق ده مبتدأ، وبالله الجار والمجرور ده خبر. لماذا قدم الخبر على المبتدأ؟ لإفادة الحصر، لأن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الإيه؟ الحصر. يعني مثلا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لما يقول خاتم النبيين محمد قد أفاد الحصر، يعني هو خاتمهم لا غيره، بخلاف لما آتي بالكلام على بابه. يبقى وقدم المصنف الخبر لإفادة الحصر، يعني تقديم المبتدأ على الخبر يفيد الايه؟ الخبر على المبتدأ يفيد الايه؟ الحصر. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وفيه إشارة إلى أن المتصف به قليل، خاتمة، ونسأل الله تعالى حسنها. يعني شوف قال خاتمة ونسأل الله حسنها، هنا اسمه ده في البلاغة ده اسمه استخدام، يعني يذكر اللفظ بمعنيين ويرجع الضمير عليه بالمعنى الآخر. فاكرين زي من شهد قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوموا. طيب من شهد الشهر، ما هي معنى الشهر؟ يعني الهلال. فليصومه يعني الأيام. فيبقى إذن يرجع الضمير بمعنى آخر غير المعنى ده، اسمه استخدام، وأحيانا يكون بمعنيين مش بمعنى واحد. فقال خاتمة يعني خاتمة الكتاب، ونسأل الله حسنها يعني حسن الختام لنا، وليس حسن خاتمة الكتاب مع لأنها حسنة. معاني هذه العقائد كلها، وهي ما يجب وما يستحيل وما يجوز وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز، تندرج تحت معنى لا إله إلا الله محمد رسول، يعني كل المعاني اللي سبقت تتفرع وتندرج تحت الشهادتين. وبيان ذلك أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا تبارك وتعالى هي، يعني عاوز يقول لك كيف تندرج جميع العقائد التوحيدية تحت الشهادتين، كيف ذلك؟ قال في حاجة اسمها الدلالة، المعنى المطابقي والمعنى الايه؟ الاستلزامي. فهي تندرج جميع المعاني المذكورة به بدلالة الالتزام وليس بالدلالة الايه؟ المطابقية. وثم فسر وبين، وبيان ذلك أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا تبارك وتعالى هي استغناؤه، يبقى معنى الألوهية استغناؤه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه. تصور حتى الجملة دي كان ممكن يقول استغناؤه فقط عن كل ما سواه، لأنه يلزم من ذلك افتقار كل ما سواه، لأنه إذا كان هو فقط مستغني عن كل ما سواه يبقى يلزم أن يكون كل ما سواه مفتقر إليه، يعني كان ما فيش داعي يجيب الثاني معه. فاندرج من الصفات الواجبة فيه، يعني في استغنائه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه، كم صفة؟ 11.
وجوب الوجود والبقاء والقيام بالنفس والبصر وكوني تعالى سميعا ومتكلما والقدم والمخالفة، رتبهم انت حسب مرتب وجوب الوجود، القدم، البقاء، المخالفة، القيام بالنفس، السمع 6، البصر 7، الكلام 8، 9 كونه سميعا، 10 كونه بصيرا، 11 كونه متكلما. ده كله اندرج في ايه؟ ها؟ في ايه؟ في استغنائه تعالى عن كل ما سواه وافتقار. يبقى هم حاجتين، استغنائه واحد وافتقار، مع انه الافتقار لازم، في لازم وفيه ملزوم، ولكنه ذكرهما معا عشان يجيب ليه ما يندرج فيه الافتقار، يعني جاب ما يندرج فيه الاستغناء 11 وما يندرج فيه الافتقار المذكور 9، يبقى كامل عدد 20. القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، كونه تعالى قادرا مريدا عالما وحيا والوحدانية، فهذا تمام 20 صفة التي تجب في حقه تعالى، واستلزم ذلك استحالة أضدادها عليه تعالى، وجاز ما سوى ذلك في حقه تعالى. فقد اشتملت الجملة الأولى وهي لا إله إلا الله على أقسام الحكم العقل الثلاثة الراجع لله تعالى، ويؤخذ من الجملة الثانية وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب التصديق. يعني أقول لك العقائد التي تستلزمها الجملة الثانية، وجوب التصديق بسائر الأنبياء والرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر وما فيه، يعني وما فيه من الحور العين والجنة والنار، إذ التصريح برسالته صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه في كل ما جاء به. ومن جملة ما ذكر، يعني التفصيل ده يعلم منه أيضا، وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، واستحالة الكذب والخيانة عليهم، وجواز جميع الأعراض البشرية التي لا تنقص في مراتبهم العلية. وهذه جملة أقسام الحكم العقل المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا المعنى جعلهما اللي هم إيه؟ ما هو لهذا المعنى؟ عارف الشيخ اللقاني لما قال وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء، إيه المعنى اللي هو أقول لك ولهذا المعنى اللي هو أن الشهادتين تجمع كل العقائد، ولهذا المعنى لأنهما جامعتان لكل عقائد الإيمان والإسلام، جعلهما الله أو جعلهما الشارع ترجمة عما في القلب من الإيمان، ودليلا على الانقياد الظاهري للإسلام، ولم يقبل من أحد الإيمان مع القدرة عليهما إلا بهما. يعني الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام هو قادر على النطق بالشهادتين وتركهما لا يقبل منه الإيمان، وهو كافر في الدارين. أما إن ترك النطق لعذر كخرس أو مات فورا، يعني لم يتمكن، وقامت قرائن على دخوله في الإسلام بغير النطق كإشارة مفهمة، فهذا مسلم عندنا وعند الله، وإلا فهو عند الله تعالى فقط. هذا الكلام ذكره مين؟ العلامة الصاوي في شرح الجوهرة. وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناهما، يريدون يعني العلماء ولو بطريق الإجمال، لو اشترطنا أنه لا ينفع الإسلام إلا بفهم معنى الشهادتين بهذه الأنواع من الدلالة هيشق جدا. فكيف نصوا على أنه لا بد من فهم المعنى؟ يعني بيقول لك ولو إيه، ولو في الجملة، يعني يفهم من الشهادة الأولى أن الله تعالى واحد، ومن الشهادة الثانية أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي. إنما إذا نطق بهما مثلا باللغة العربية وهو لا يعرف العربية ولا يعرف دلالة حتى المعنى الإجمالي فلا ينفع، لا ينعقد الإسلام أو لا يدخل بهما، لا بد من فهم المعنى الإجمالي. زيك مرة واحد بيقول لي أنا أسلم على يد 5000 في ليلة واحدة، قلت له يا أخي ده ما حصلش ده مع الأنبياء، 5000 أسلموا على يدك في ليلة، قال آه حصل.
فانا لقيت راجل طيب بس مش بتاع كذب يعني. فقلت له كيف ذلك؟ 5000 في مجلس واحد في يوم واحد. قال حصل. كيف هذا؟ تاخذ الناس عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا يعني مده طويله وشقوا عليه وعذبوه كلهم اللي اسلموا. سيدنا نوح 1000 سنة وما آمن معه إلا. وأنت 5000 يدخلوا في الإسلام على يدك في ليلة واحدة؟ كيف هذا؟ فاتضح أنه ما حدش دخل ولا واحد، مش 5. إيه اللي حصل؟ قال كان في مسرح ملهى ليلي والناس طبعا قاعدين سكر وخمر في اليابان. فهو دخل وبعدين لقيهم كده عاوزين ينبسطوا، فقال له أنا هقول لكم أغنية جميلة تقولوها ايه ورايا. فمش ولا واحد يعرف العربية. فقال لهم قولوا كده لا إله إلا الله محمد. فالكل قال الله، بس محدش عارف بيقول ايه. فقال كده دخلوا في الإسلام. هو اعتقد انه طالما نطقوا بها يبقى ايه أسلموا. وبعدين رجعوا للخمر ورجعوا للزنا وفهمت. هم قالوها فاكرينها حاجة نكتة كده، لكن لو فهم ايه معناها مش هيقولها. وقد نص العلماء على انه لابد من فهم معناه ما يريدون ولو بطريق الاجمال، والا لم ينتفع الناطق بهما في الخلاص من الخلود في دار الاقتصاص. والله اعلم وبه التوفيق. هذا ختام الكتاب المبارك، ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يبارك في طلبة العلم وأن يبارك في الأخوين الكريمين الفاضلين العالمين الجليلين، وأن ينفع بهما فضيلة الشيخ الدكتور وحيد وكذلك مولانا الشيخ سيد شلتوت حفظه الله تعالى، ونفع به طلبة العلم في الأزهر الشريف. ونسأل الله تعالى أن يختم حياتنا كلها بطاعته، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكون وغفل عنك فيهم غافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. اللهم صل على الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. حد كلمة مولانا أو شيء أحدكما أو كلاكم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فطلبكم للعلم وإتيانكم من بلادكم البعيدة لطلب العلم والحرص عليه، أرجو من الله عز وجل أن يجعل ذلك رافعا لدرجاتكم وفي ميزان حسناتكم. يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما
بين المؤمنين والعلماء 500 درجة يوم القيامة. وطلب العلم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ليس بأولى، طلب العلم أولى وآكد من صلاة النافلة. وكان ابن عبد الحكم رضي الله عنهما رضي الله عنه يجلس إلى الإمام مالك يتلقى عنه العلم، فلما حضرت صلاة الظهر جمع كتبه وقام ليصلي النافلة، فقال له الإمام مالك رضي الله عنه ما هذا الذي أو هذا الذي أردت القيام إليه ليس بأولى مما كنت فيه إذا صحت النية، هذا الذي كنت أو هذا الذي أردت القيام إليه ليس بأولى مما كنت فيه إذا صحت النية. فالعلماء كأنهم متفقون على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وثوابه لا يعدله ثواب، كما ذكرت قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما أن الله عز وجل قد حصر خشيته في عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا أسلوب حصر وقصر، أي لا يخشى الله من عباده إلا العلماء فقط، وما ذلك إلا لمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى وبقدره، أما غير العلماء فلا يقدرون الله حق قدره. والآيات والأحاديث كثيرة جدا تدل على فضل طلب العلم وفضل طالب العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما ذكرت لكم قبل دقائق قول الإمام الشافعي رضي الله عنه إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته بعض وقتك لن يعطيك شيئا، وهذا كان دأب سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانوا في أشد الحرص على طلب العلم. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ولا يقولن قائل أن هذا كان في السلف الصالح فقط، فقد رأينا كثيرا في زمننا هذا من يحرص على طلب العلم ويجتهد فيه أيام اجتهاد. وكما نقل عن الشيخ المطيع رحمه الله تعالى مفتي الديار المصرية أنه كان لا ينام أثناء فترة الطلب، كان لا ينام في الأسبوع ساعة واحدة، يظل مستيقظا طوال الأسبوع
في المذاكرة والدراسة والحفظ، حتى إذا أتى يوم الخميس غسل ثوبه بعد العصر ونام حتى فجر يوم السبت. طب واحد بقى هيقول ايه، طب هو الصلاة راحت فين؟ وما صلاش الجمعة؟ طب هو ايه؟ رفع عنه القلم، ولما هيقوم من النوم هيصلي بقى اللي عليه. فبلغ من اجتهادي إلى أنه كان لا ينام طوال الأسبوع، وهذه يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني ما هذه لا يستطيعها كل أحد من الناس. والعلم يرفع صاحبه حتى يصل به إلى مصاف الملوك والأمراء، بل يرفعه فوق مصاف الملوك والأمراء، وهذا مشاهد كثيرا كثيرا. فشرف العلم فوق كل شرف ومن ذاق عرف. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ومداومة طلب العلم والحرص عليه والاجتهاد في طلبه، وألا تملوا من ذلك، حتى إذا رجعتم إلى بلادكم فقهتم الناس وعلمتموهم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأرجو أن يجعلكم الله من هؤلاء، وأن يكتب لكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله. يا مولانا أنت تكلم كده براحتك، وذكرهم وذكرهم بأيام الله. عايزين نروح الى مطلع الفجر، بس انا عشان عندي لا خلاص الختام، لا انت لسه انا والله عاوز اسمعك، بس طبعا هاخد التسجيل ان شاء الله. ختامه بس لا لا كمل ظهر مريض يعني، عافاك الله الحمد لله سمست لي عذره دعواتك. المؤمن مصاب هو فين اللي هيمدح؟ فين خيري؟ فين خيري؟ فين اللي هيمدح عندك؟ أهو فين هو؟ أهو جنب كرسي. طب يلا صدري مليء الحكمة.
ولوني باهي طلعتي الله الله ومشرب بياضه بحمرتي الله يا الله يا الله 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 قيل لا إله إلا الله مفلج الأسنان ذو البيان الله الله نبي الله الله وأكحل العينين ذو جلال الله الله زدا عجي يزيد في الكمال الله يا الله يا بحق لا إله إلا الله أزج الحاجبين ذو ملاحة الله ضخم الكرادس ورحب الراحة شحمة الأذنين لا تزيد الله لماته سوادها شديد الله يا الله يا الله 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 بحق لا إله إلا الله وأنفه كالسيف في ضياء الله الله جبهته كالبدر في ظلماء الله وكامل مكمل في خلقه الله يا الله يا الله 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 بحق لا إله إلا الله كأنما الحق في مشياته الله الله من صبب وزاك من قواته الله الله وصوته من أحسن الأصوات الله الله يسمع للآلاف كالمئات الله يا الله يا الله 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 بحق لا إله إلا الله Thank you.
الآن يتشرف المجلس بدعوة فضيلة الشيخ واحد عبد الجواد، فليتفضل مشكورا. تتكلم؟ معلش. الله أكبر. الآن يتشرف المجلس إلى كلمة مرحوبة من فضيلة الشيخ سيد ابن شلتون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأرى أنه بعد هذا الكلام الجميل الرائع الذي لمس القلب قبل العقل ودخل في الروح قبل الأذن، أنه لا كلام بعد هذا الكلام الذي سمعناه من فائدة وفضل وأهمية طلب العلم. ويكفيني أن أوجه لكم رسالة، وهي رسالة لطيفة صغيرة تحتوي على ما دار في ذهني وأنا أجلس أسمع لهذين العلمين الجليلين مولانا وأستاذنا الدكتور جمال وأخونا الفاضل العالم الشيخ وحيد. أننا أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بختم كتابين جليلين عظيمين فيهما نفع عظيم لطلبة العلم، يحملان منهجا من المناهج الأزهرية الرصينة العميقة. الفن الأول الذي ختم وهو فن التوثيق وهو مصطلح الحديث، والفن الثاني الذي ختم وهو فن علم الكلام وهو فن من الفنون العقلية. فقد من الله تبارك وتعالى علينا في هذه الليلة المباركة التي أرى أنها منفوحة محفوفة بكم من الملائكة، وهي محل عناية ورعاية وملاحظة المولى الجليل. أرى أننا في هذه الليلة الكريمة أكرمنا المولى سبحانه وتعالى بهذين المنهجين العظيمين، المنهج التوثيقي والمنهج العقلي الذي يكون الفكرة ويكون الشخصية الأزهرية العميقة التي تفكر قبل أن تتكلم، والتي تتأمل قبل أن تتفوه بشيء من النصوص. فهو منهج توثيقي ومنهج عقلي، وهذا الذي يميز الأزهر الشريف كمنهج، أنه يشتمل على المناهج التوثيقية ممثلة في علم الحديث والمناهج العقلية ممثلة في علم الكلام وأصول الفقه والمنطق والفقه. والحمد لله رب العالمين، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعلمين ممارسين لهذين الفنين، الشيخ وحيد ومولانا الدكتور جمال. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الليلة وأن ينفعنا بها وأن يقدر لنا المواصلة والممارسة وأن يقدر لنا يعني عدم الانقطاع عن طلب العلم. وكان من دعاء أحد كبار الشافعية: اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تحجبنا عنه بحاجب. اللهم آمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا فيما أقامنا فيه، اللهم وفقنا فيما أقمتنا فيه، اللهم وفقنا فيما أقمتنا فيه، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا مناهج الأولين، اللهم ارزقنا مناهج الأولين، وارزقنا حسن تطبيقها في عصرنا الحديث يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نكون عقولا وقلوبا محل رعايتك ومحل عنايتك ومحل حفظك
ومحل قبولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأجر الشيخين الجليلين أجرا عظيما، وأن تثيبهما ثوابا كبيرا على ما قدماه من مجهود، وعلى ما قدماه من رعاية وعناية لطلبة العلم. اللهم آمين. اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم اغفر لوالدينا،